قال: باب الرجل يصلي في المكان الحار أو في الزحام. قال الإمام رحمه الله عن الثوري عن أبي إسحاق عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه قال: إن اشتد الزحام يوم الجمعة فليسجد أحدكم على ظهر أخيه. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن الأعمش عن مسيب بن رافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أذاه الحر يوم الجمعة فليبسط ثوبه فليسجد عليه. يعني لا يكون ملتصقا به، ويتكلم بذلك ثوب ينفصل، وإلا فالسجود على الثوب المتصل في خلاف كبير بين العلماء. نعم. قال: ومن زحمه الناس يوم الجمعة. ومن زحمه ولا زحمه؟ قال: ومن زحمه الناس يوم الجمعة حتى لا يستطيع أن يسجد على الأرض فليسجد على ظهر رجل. يعني على كأنها إيه؟ ثوب منفصل أهو الآن، لأن الرجل يلبس ثوبا، والثوب هنا منفصل عنه. قال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن منصور عن فضيل بن إبراهيم قال: قال عمر رضي الله عنه: إذا آذى أحدكم الحر يوم الجمعة فليسجد على ثوبه. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا آذى أحدكم الحر يوم الجمعة فليسجد على ثوبه. قال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن العلاء عن مجاهد قال: إذا كان الزحام فليسجد على رجل. قال سفيان: وإن لم يطق أن يسجد على رجل مكث حتى يقوم القوم ثم يسجد ويتبعهم. من القائل بهذا؟ لا، ما لا يروى من قول سفيان، نفس قول سفيان، قول فقيه. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا آذاني الحر لم أبال أن أسجد على ثوبي، فأما أن أسجد على إنسان فلا. قال عبد الرزاق رحمه الله عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: إذا اشتد الزحام فأومئ برأسك مع الإمام ثم اسجد على أخيك. وقال ابن جريج عن طاووس. الباب هنا السجود على الثوب، هو الكلام نظرة الفقهاء في هذا الباب. يعني هناك ثوبان، ثوب متصل وثوب منفصل، والاتفاق على أن الثوب المنفصل يصح السجود عليه، أما الثوب المتصل فالخلاف فيه عريض، والجماهير على أنه لا يصح السجود على الثوب المتصل. وهنا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بأن المرء لو اشتد الزحام فإنه يسجد على ظهر أخيه. فيه أمران: الأمر الأول أنه يصح السجود كيفما استطعت، لأن الله جل وعلا قال: واتقوا الله ما استطعتم. قال الله: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال مسلم: صلي قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلى جنبه. لابد يكون له من إيش؟ من الإيماء، وحتى قاعدا له من الإيماء. وهنا الخفض على ظهر أخيك، السجود على ظهر أخيك أقوى من الإيماء، فأنت تأتي. ولذلك العلماء يقولون: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، فيصح له السجود على ظهر أخيه. فيه أمران: الأمر الأول هذا الصح، هذه الصحة، والأمر الثاني أن أخاه يلبس ثوبا ويكون قد سجد على ثوب أخيه، وهذا الثوب المنفصل لا الثوب المتصل. هنا عطاء يخالف يقول: أنا أسجد على ثوب متصل خير من أن أسجد على إيش؟ على ظهر أخي. مع أن الأصح هذا كلام من؟ كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا سعة الشريعة الغراء. الكلام الذي فيه الفقه هو كلام ثوري. ثوري قال: فإن لم تستطع، لأنه يقول بالسجود على ظهر أخي، إن لم تستطع فابقى حتى يقوم القوم فاسجد. هذه مسألة متابعة الإمام ألا يفوتك بإيش؟ بركنين، ألا يفوتك بركنين. وهذا أصل في مسألة تحديد عدم الفوات بركنين، هو إيه؟ هو صلاة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا بكر أن الله كبر وقرأ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عنده ركنان: ركن النية والتكبير، وقرأ فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدارك الأمر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكانت المتابعة صحيحة. ومنها أيضا مسألة التكبير، قلنا أن النية تسبق أو مقترنة، التكبير والركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا
لا تعد للمشي على الرجع الصحيح، لا تعد المشي من آخر الصف إلى الصف، هذا الذي من آخر المسجد إلى الصف. فيكون هنا الكلام على مسألة المتابعة، مسألة المتابعة، وأنها تقيد بالركنين بهذه الأدلة. ثوري بفقه، ما كان حافظا فقط، كان حافظا فقيها، بل كان له مذهب خاص به لكن لم يحمله أصحابه أيضا. فيقول ينتظر القوم، فيقوم القوم فيسجد، فيسجد هو ثم يتابع. يعني يتابع يعني يلحق الإمام قائما، وهذا تجريها على كل سبق للإمام. إذا كان يقرأ ويقرأ الفاتحة وشدد بعضهم وقال لابد من إتمام الفاتحة والإمام راكع، حتى لو رفع الإمام هو ينزل يركع ويدركه قائما ويقول ربنا ولك الحمد. هم لا يفوته بركنين. عامة المسألة دائرة على مسألة السجود على الثوب. قلنا التفريق بين الثوب المتصل والثوب المفصل، والاتفاق أن الثوب المفصل أنه قد ناولين الخمرة يجوز، وأما الثوب المتصل فالجماهير عنه لا يصح السجود، لأن هذا الثوب المتصل يسجد معك، ولذلك يستحب للمرأة أن تخلع القفازين والنقاب وهي داخل الصلاة، لأنه قد ورد في سنة أبي داود النهي عن اللثام في الصلاة وإن كان لم يصح أو حسنه بعضهم، لكن هذه المسألة فيها ما فيها من نظر بالنسبة للمرأة، لكن تغطية الوجه للمرأة في الصلاة غير مستحبة إلا إذا كانت في مكان تعلم أن الأجانب يمرون من هذا المكان. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.